أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم معنا ولقاءنا متجدد وفترة مفتوحة زينة وطعم البيوت. وبرحب بحضراتكم وبرحب بزميلتي العزيزة دينا شعراوي، منورة الاستوديو. أهلا بيك يا منى، وحلقة جديدة من زينة بطعم البيوت على مدار ساعة ونص بنتكلم في كل الموضوعات اللي بتهم الأسرة المصرية، ده غير طبعا فقرة المطبخ اللي بتكون بنقدم فيها فقرات وأطباق جميلة جدا ممكن أي ست بيت تعملها في بيتها. هيكون معاكي أول فقرة، أنا عارفة فقرة مميزة جدا عن آدم وحواء. شفتي بقى الفقرة النهاردة هتكون عن ان احنا جميل قوي ان احنا نتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لكن لما يكون في خلافات زوجية بعض الازواج بينشروا هذه الخلافات الزوجية ويبتدي بقى ديبيت او سجال على مواقع التواصل الاجتماعي ويبتدي ينزلوا بوستات ويعملوا شير لحاجات ما ينفعش. ان احنا يا جماعة الخلافات الزوجية دي ننقلها بره باب بيتنا، والمفروض كمان بره باب أوضة النوم بتاعتنا، ما ينفعش، لان ده بعتقد بيعمل مشاكل كتيره قوي. موضوع مهم جدا بالاخص كمان بقى في الجيل الجديد. أيوة. في جروبس كتيره جدا على السوشيال ميديا. وتبتدي بقى تكتبي المشكله واصحاب بقى الخير كتير طنشيه وهو زعلان وازعلي منه وهو غضبان، اللي بيهدوا النفوس كتير قوي قوي الحقيقه. انت عندك حقيقه طب جميل جداً. اتفرجي بقى هتابعيها. لا هتابعها عشان اشوف الواحد يعمل ايه في الحاجات. عندك انت النهارده ايه يا دنيا؟ احنا الحقيقه دلوقتي عندنا فقره خاصه جدا في طعم البيوت، وهي عن العصر الذهبي للشباب، وبالاخص في الفتره الاخيره كان في طبعا منتدى شباب العالم في دورته الرابعه، وكان في مشاركه من 198 دوله، فالحقيقه كان يعني منتدى مشرف جدا جدا. فهنتكلم عن دور الشباب ودور مشاركته في منتدى الشباب الاخير ومشاركه بشكل عام في المؤتمرات. ده جميل جدا وحاجه مشرفه، وكان ايفنت مهم جدا موجود على الاجنده المصريه من المنتديات الهامه، وهو التواصل ما بيننا وبين الشباب، وخصوصا مش شباب مصر، ده شباب العالم. ده كمان هيجعلني ان انا انتقل للفقره بتاعتي. احنا بنتكلم عن المبدعات، وانا ببقى سعيده جدا بفقره المبدعات المصريات ومن السيدات. النهارده عندنا مبدعه بترسم ديجيتال، انا مش عارفه ايه اللي بتعمله، بس اللي انا شفته قبل ما اطلع لحضراتكم على الهوا حاجه مبهره. شاركوني هذا الابهار في فقرتنا، ومبدعه من مبدعات المصريات في فقره متميزه جدا، تابعوها من خلال زينه ان شاء الله النهارده. الحقيقه بقى فقره المطبخ، وفقره المطبخ دايما بنقدم فيها اكلات تكون لطيفه جدا وسهله، وبنحاول كمان ان احنا نعمل حاجات كده تكون فيها تغيير شويه علشان حاجه خفيفه علينا كده بالظبط، حاجه خفيفه الشتا يحب الاكل الجميل. والنهارده هيكون معانا شيف زينب عبد الستار. اهلا بيك يا شيف. اهلا وسهلا بحضرتك، منورانا في زينب بتاعنا. منوره يا زوزو، هتعملي لنا ايه النهارده؟ ان شاء الله النهارده هنعمل فراخ فرايدي تشيكن، او الفراخ المقرمشه. جميل. هنعملها بطريقه المطاعم بالظبط، يعني نقول كل التكنيكس اللي هم بيمشوا بيه. هتطلع في الاخر مقرمشه كده؟ هنستنى هتطلع حضرتك يعني صدور ولا كلها المقرمشة. كلها عندك صدور ولا كلها؟ عندنا فرخه كامله متقطعه. هايل، عشان يعني انا بخليني في انا بحب الصدور. خلاص ماشي. ما كمان عندنا الرز الريزو هيبقى عليه فليهات، يعني انا جايبه فليل الفريخ وهعمله برده بطريقه. الشقاوه اللي انت فيها النهارده دي، وبعدين وهتعملي ايه؟ وان شاء الله هنعمل كمان سلطه كولسلو، برضو هنعملها بنفس تيست المطاعم، هنحط لها حاجه جات معينه كده بتظبط. وكمان هنعمل معاكم اخر حاجه اللي هو كرات الشوكولاته، دي عباره عن كرات محشيه بقى شويه شوكولاته ومع شويه حب كمان، لان انت وشك ودود جدا هيبقى فيه حب. هننزل عليهم باللبن بقى وهتسيح وتطلع لنا مارشميلو. انا مستنيه بقى الفقره بتاعت الشوكولاته دي ما تعمليهاش لحد ما اجي اقف معاكي في المطبخ. ان شاء الله. وتسيبي لي ادوق، وتسيبي لي ادوق هسيبك. مشاهدينا هنروح دلوقتي لفاصل، وهيكون معانا بعد الفاصل فقره خاصه جدا مع زميلتي منى وادم وحواء بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين، احنا بنتكلم النهارده في موضوع شائك جدا وموضوع حساس جدا، بعض السيدات وبعض الرجال بيتعاملوا معاه من منطلق فيه نوع من ان اقول ايه، عدم المعرفه بان هم داخلين بعلاقتهم الزوجيه او اسرارهم الزوجيه على الملأ. يعني هي زعلانه من جوزها بتشتكي لناس بره، انت مش عارفه بتشتكي لمين، وان انت زعلان من مراتك هتبتدي تقول والله ما فيش غير الست اللي مش عارفه ايه دي اللي هي بتفهم الراجل. يا جماعه اسرارنا مفروض ما تخرجش عن بيوتنا. الموضوع ده بحاول اعرضه النهارده على شخصيه متميزه، هي الاستاذه انجي الدهشان، اللايف كوتش ومستشاره العلاقات الاسريه. منوره. ربنا يخليكي. ايه القمر ده حبيبتي؟ جميله. قولي لي بقى يا استاذه انجي،
يعني احنا بعض الازواج طبعا الحياه ما بتخ... يعني ما بتخلوش من الخلافات. صح طبعا. احنا بقينا بنسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. يعني انا يعني واحده زعلانه من جوزها بتكتب تروح عامله شير لبوست او تكتب يا جماعه تجربتي ومشاكلي وتعرضها على الملأ. رايك ده بيعمل ايه في العلاقه الاسريه؟ بصي هي بدايه الست بتبقى محتاجه تفضفض وما بتبقاش عارفه تفضفض مع مين. تخاف تفضفض مع صاحبتها تمسكها عليها. تخاف تبقى مش صاحبتها. تبقى مش صاحبتها بس يعني ساعات تخاف تتكلم مع مامتها تزعل من جوزها وهي هي عايزه تفضفض بس. فبتحس ان هي بتمسك الموبايل بتفضفض للمجهول. تمام. وهي دي الوقعه. هو ده مجهول؟ لا هو مش مجهول خالص. امال ايه بقى؟ هنا انت بتكتبي حياتك وقصتك واولادك وجوزك وتفاصيلك وتفاصيل التفاصيل اللي ما بتقولهاش غير لنفسك وفاكراها في المجهول. ممكن واحده انا صاحبتك ابتدي القط انت مين واعرف كل اسرارك. جوزها كمان ممكن يلقط هي مين. وجوزها ممكن يلقط وده يعقد الدنيا مش وده يزعل. مش يعقد بس لان الراجل كتوم الست فضفاضه. رأي حضرتك في الوقت جروبات سيبيه يتفلق لو زعلان وكبري دماغك لو غضبان وحاجات غريبة جدا. يعني أنا بقول أسماء راندم كده لكن بقت في جروبات الستات بتفتكر إن هم قافلين على نفسهم وإن هم بيحكوا لنفسهم لكن الموضوع أكبر من كده. لا ده بيحكوا للكل. لأن أنت دلوقتي تجربتك بتحكيها لي أنا بحكي لك تجربتي لو أنا مش متخصصة. لكن لو انا متخصصه بفصل تجربتي تماما وبحكي لك اللي يناسبك او بتكلم معاكي في اللي يناسبك. لكن انا لو مش متخصصه هحكي لك تجربتي انا الحاجات اللي مريت بيها انا الحاجات اللي عرفتها والحاجات اللي انا نفسي احققها وانت بتحققيها ممكن اكون غيرانه من في حاجات كتير جدا. حضرتك قلتي نقطه مهمه جدا تجربتي انا وانا مش متخصصه فانا هبقى بصلها منظوري اللي هو داخل الموضوع بزر. مش براه. يعني لو احنا يا جماعه في الحاجات دي بقى فيه الحمد لله عندنا وموجود في مصر طبعا ما كان موجود في العالم من زمان اللي هم مستشارين او الاستشارات الزوجيه. لو انتوا حاسين ان انتوا مش عارفين تتواصلوا مع بعض الجأوا لمختص. راي حضرتك احنا عندنا الكونسبت او مفهوم ان احنا نلجا لمستشار العلاقات الاسريه عشان نقول له بدل ما احنا نلجا للخارج زي ما حضرتك تفضلتي انا مش عارفه هو استقبل مشكلتي ازاي. بصي حاجه دلوقتي الحمد لله بقى في كتير جدا بقى في على السوشيال ميديا بقى في حاجات مجاني بقى في حاجات بفلوس بقى في كورسات بقى في كل حاجه. فشوفي اللي يناسبك واعمليه. انا مش عايزه برضو ست البيت تحس ان هي عليها كوست مادي عشان خاطر تروح تفضفض. هي تشوف اللي يناسبها وتعمله. لو قادره ماديا طبعا تروح ده هيفرق 30% 100%. لو مش قادرة تحاول تلجأ لحد يساعدها بس تشوف مين اللي يساعدها تختار تحسن اختيار اللي يساعدها. بالظبط كده. استاذة انجي في حاجة كمان يعني عاملة لي ازعاج بشكل يعني انا يعني شايفاه بشكل مزعج على مستوى الشخصي. بعض الستات بتلجأ لجروبات ازاي تعرفي وحتى هي مكتوبة كده تقفشي جوزك اللي بيخونك. ازاي تعرفي ان جوزك في الوقت ده مع واحدة تانية أو تراقبي إزاي الابليكيشنز اللي عمالة تنزل. إزاي تراقبي جوزك وتراقبي تليفون جوزك. إحنا بنعمل إيه في نفسنا؟ بصي هي سلاح ذو حدين. مفيش واحدة ست في الدنيا هتقول لها كده مش هتقول أيوة بس كده أنا هعرف بقى هو رايح فين وجاي منين. مش أي واحدة ست على كرة الأرضية. بس أنت عندك استعداد تعرفي. أنت جاهزة للمعرفه تتحملي تبعات المعرفه. بالظبط كده. لا تسالوا عن اشياء ان تبدو لكم تسؤكم. بالظبط كده. انت عند استعداد اوكي مش عندك استعداد تمهلي بس كده شويه وراجعي نفسك. استهدي بالله يا ستي والنبي استهدي بالله فكري ثلاث دقايق. ما تمشيش وفي الاخر تقولي يا ريتني ما مشيت او يا ريتني ما عرفت او انا ايه اللي خلاني عرفت. طب انا عرفت هعمل ايه؟ ههد البيت مش ههده هروح بالراحه بس كده. وشوفي انت عندك استعداد لايه؟ دي اهم حاجه. طيب احنا برضو في حاجات برضو بقت غريبه قوي بتتعمل دلوقتي ان الستات بتعمل اكونت يعني فيك واللي هي بتبقى يعني مش حقيقيه وان تبتدي تتواصل مع جوزها عشان تشوف هو هيستجيب ولا لا. واستجاب. واستجاب. طب انت هتعملي ايه لو استجاب؟
يعني انت يعني مثلا مثلا امبارح كان بيتذاع فيلم زوج في اجازه، زوج في اجازه وراحت وعملت طبعا كانت الايام ايامها كانت بتعمل مواضيع ببساطه، هي اول ما صبغت شعره هو ما عرفهاش وقالت له حسان ما عرفهاش. أيوة. طبعا افتكرت الفيلم افتكرت الفيلم ده. احنا دلوقتي بقت الستات بتعمل اكونت فيك وتبتدي تعمل تراكنج او تشوف تتابع جوزها وتشوفه هيستجيب ولا لا. هي الستات بتعمل في نفسها كده ليه؟ هي تخيلي، انا عايزه اخلي بس تتخيل ان انت عملتي اكونت فيك وهو تجاوب وابتدى يتكلم معاكي وابتدى يحكي لك على اسرار ويقول لك مراتي الشعنونه المجنونه ومراتي التعبانه المشلوله ويقعد يقول حاجات غريبه. شوفي قد ايه مؤلمه. طبعا مؤلمه. لا انا بنصحها بلاش تماما، ركزي في انك تعرفي اكتر، ركزي في انك تبقي سعيده، ركزي انك يبقى في بينك وبينه حوار، ركزي يبقى في بينك وبين الولاد وبينه حوار، ركزي في المهم مش في التفاهات اللي هتوديكي ومش هتعرفي ترجعي. طب هنا الستات بتبص ان الموضوع ده بتحطه تحت بند خيانه زوجيه ولا خيانه الكترونيه ولا دي مفروض ان هو هي عملت حاجة افتعلتها ومردوده عليها كان سيء جدا، هل ده تسمى خيانة؟ اكيد خيانة. خيانة، ما هو اصل الخيانة في بالنظر كمان طبعا، فاي حاجة تسمى خيانة فانا كده بتبقى حاسباه عليه ان هو خانها. بالظبط. طيب احنا خلاص الست دخلت واندرجت واتزحلقت ووقعت وعرفت ان جوزها اتزحلق ووقع وشرب الموضوع وحست ان هو تجاوب وابتدى يقول اسرار بتاعتها هو وهي، تبطل تعمل ايه؟ هل تواجهه؟ لا. في بعض الستات بتواجهه وبعدين وتعمل سكرين شوت وتوريه له وانت عملته. حلو. واجهه. خلينا نمشي في ستين سيناريو. ايوه. سيناريو اولاني لسه ما واجهتوش، ابطل تماما اجنورنج تماما اتجاهل ده تماما لانه هيوديني في حته انا مش قدها. لو واجهته ابتدي بقى اقعدي بقى هتعملي ايه؟ اصل المشكله ان الراجل لما بتواجهيه بيبقى خلاص وانت قعدتي ابروف. واجهته شالت من على لسانه الحاجز اللي كان مخليه محترم العلاقه. فهنا كشفت المستور، وطالما اتكشف المستور مع الرجال اعتقد الدنيا بتبقى خلاص بقى. مش خلاص قوي بس بيبقى في حته هو كان خايف منها عليها، هابت الموضوع راحت. بالظبط كده. ما انا ليا حق، اصل انت غلطانه، ما انا مظلوم، ما انت ما بتلبيلي. هتبتدي بقى يلوم كله عليها. ايوه وهي هنا هتحس بان هي فعلا ملامه وهي مش ملامه. اللي بيخون نفسه. يعني انا بعد الشر لو خنت، انا خنت نفسي ما خنتش جوزي، ولو جوزي خاني هو اللي خان نفسه قبل ما يخني، ربنا اللي هيحاسبه قبلية. فانا بعد كده ببقى بقى الملامه المقصره اللي مش قادره اللي ما عنديش اللي مش عاجباه اللي مهما اعمل. انت هتخشي بقى في حاجه في ديلما ابعد ما يكون عن انت حياتنا فيها من الضغوط. ما يكفي. بالظبط. تسمحي لي هنخرج لتقرير ونشوف رد فعل يعني من خلال هذا التقرير ان الاسرار الزوجيه ما بقتش اسرار وبقت على الملأ واللي يشتري يتفرج. شايف ان الحاجه ديت لازم تكون اصلا بين الراجل ومراته بس، لا سوشيال ميديا ولا بره ولا حتى الاهل. انا شايف ان الحاجه ديت لازم تكون، لان المشكله طول ما هي بينها بين الراجل ومراته هتخلص بينهم وبين بعض. كبرت لو واحد بس سمع بيها او واحد بس عرف المشكله ديت، لا طبعا مش شايف انها حاجه كويسه. فتخيلي بقى ان انت بتقولي السوشيال ميديا، يعني مش واحد او اتنين، ده كده مصر كلها بتتفرج على المشاكل بتاعتهم. انا ضد المبدا ده خالص، لان احنا كده بنجهر بالحياه الزوجيه وبالحياه الشخصيه اللي بتحصل بين الزوج وبين زوجته مهما كانت الخلافات بينهم. في اقرب الاقارب، في الاقارب، في الناس اللي لهم علاقه بيهم. انا ضد ان احنا نعلن المشاكل الزوجيه على النت. 60% من الشعب المصري بيستعمل النت غلط، وده اللي عمل الانحلال في الاسر، وده اللي عمل تسيب في الاسر، وده اللي عمل جفاء بين الزوج وزوجته، واللي عمل جفاء بين الاخ واخوه. ما عادش حد بيروح لحد بيزور حد زي الاول، والعلاقات الاسريه انتهت بسبب النت. المشاكل الاسريه او المشاكل الخاصه بمعنى اصح بيبقى على العاميه على النت. ما ينفعش المشاكل الاسريه الا اذا كان فيها حد معين، قادة ناس كبار مثلا،
فاهمه يعني ايه مشاكل اسريه تمام تخش تحلها، انما على النت اللي فاهم واللي مش فاهم كله بيخبط في الكلام وخلاص. ولا على السوشيال ولا مع اهلي، انا وبيني وبينه هنصالح وهتبقى الدنيا تمام. بعد كده الدنيا لو حد عرف انا هستفاد ايه، والمشكله هتكبر اكتر. كل واحد رايه، كل واحد بيشوف المشكله من وجهه نظره هو او من حياته هو، هو عدى بحاجه زي كده. انا شايف ان ده صح وانا شايف ان ده صح، بس ممكن ما يناسبنيش انا، مش حل ليا. ما ينفعش مشاكل شخصيه اللي انا اتحلف وسط الناس والناس كلها تعرف بيها، احنا بينا وبين بعضينا تتحل او بينا وبين اهلها تتحل. ما ينفعش احنا نحلف وسط المشاكل اللي وسط الناس العائليه وكل الناس هتبقى عارفه بيها، بتبقى حكايتنا على كل انسان. يعني الحياه زي ما احنا عارفين لازم يبقى فيها خلافات ولازم يبقى فيها اختلافات، لان كل واحد فينا جاي من خلفيه او من بيئه مختلفه، فوجودكم في نفس البيت مش معناه ان انتوا الاثنين ايدنتيكال او ان انتوا الاثنين زي بعض بالظبط، لكن نقل الخلافات بره الدايره بتاعتكم بيعقد الدنيا قوي قوي قوي. احنا فعلا بنسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا طبعا، حتى اولادنا. طبعا السوشيال ميديا من كتر ما هي سهله، لان هي موبايل في ايدك وبتعبري فيه من غير ما حد يشوفك، فانت ما عندكيش الفكر ان في حد بيشوفك. فاكره ان انا كده في المجهول. في المجهول. زي ما قلنا في الاول، بس انت وانت ماسكه الموبايل انت بتكتبي زي ما تكوني بتبعتي رساله لصاحبتك، بتبعتي رساله لنفسك، لكن انت بتبعتي رساله للكون. الكون كله بيشوفك. وفي ناس بتتبعنا، وفي ناس بتشوف احنا بنعمل ايه. وما تفتكريش ان انت ما عندكيش حاجه مهمه او ما عندكيش سر مش لازم حد يعرفه. كفايه اسرار زمان كان اهالينا بيقولوا لنا ايه، ما تطلعيش سر بيتك حتى ليا. دي النصيحه اللي كانت دايما الامهات زمان يقولوها. احنا محتاجين ايه عشان نستبدل الموبايل والرساله اللي عليه بان احنا يكون في بينا قنوات اتصال سلكه، ما تبقاش الدنيا فيها حاجات واقفه موقفه زي الشرايين بتاعه القلب كده. محتاجين ان الدنيا تبقى سالكه. بالظبط، برافو. نسلكها ازاي؟ نسلكها بان احنا نعرف مين بجد اللي اقدر اتكلم معاه. زي ما انا قلت لك في الاول، ما تبقاش صاحبتي، طب دوري على صاحبتك. طب وليه ما يكونش جوزها صاحبها او هي تبقى صاحبه جوزها؟ لازم نعمل من البدايه اساس للصحوبيه دي. ما عملناش بدايه خلاص، والنهارده هم سامعيننا وقاعدين يفتحوا صفحه جديده. تبتدي تشوفي ايه اهم حاجه عنده وايه اهم حاجه عندك، وتقربوا من بعض، تفتحي صفحه جديده، تنوي نيه جديده ان ده جوزك اللي هتكبري معاه، وهو فيه غلطات وانت فيك غلطات اكيد، في مميزات وانت فيك مميزات، اكيد في حاجه حلوه، دوري على الحلو فيها حاجه حلوه. وده اللي بختم بيه فقرتي مع ضيفتي الحلوه الاستاذه انجي دهشان، اللايف كوتش ومستشاره العلاقات الاسريه والزوجيه. نورتين. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك. زي بدعوكم ان انتوا تتابعوا معانا المبدعه اللي هتيجي بعد شويه، وهنشوف هي عامله فيلم عن نفسها وفيلم عن شغلها والسكتشات اللي هي بتعملها عن نفسها، ده اللي هنشوفه ازاي بترسم والرسم بتاعها مختلف، صدقوني مختلف. فنانه تشكيليه هاله محمد، ايه اللي انت عاملاه ده؟ يعني اللي احنا شفناه دلوقتي ده فيلم دعاء الكروان، من الافلام اللي هي علامه من علامات السينما المصريه. هي استبدلت اللقطات بتاعه الفيلم بسكتشات لاعمالها بصوت سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه مع الموسيقى الشهيره لدعاء الكروان. احكي لي ايه اللي بتعملتيه ده بس. اهلا بيكي، منور. اهلا بيكي. قولي لي بقى. والله انا كان نفسي اعمل تغيير في شغلي واعمل حاجه يبقى ليها بصمه، ففكرت ان انا اعمل اختصار لافلام المصريه اللي ليها بصمه. فاول فيلم جه في بالي دعاء الكروان، لان انا بحبه جدا. تمام. فقلت ان انا هاخده واختصره واحاول ان انا اعمله. تمام. بس سمعت الفيلم وقطعت الصوت بتاعه بالاشتراك مع زميلي الفنان محمد محمود، وبقيت ارسم سكتشات فحم، يعني اخد اللقطه بتاعت الفيلم ارسمها سكتشات فحم وابعت له هو يعمل مونتاج،
قعدنا في الموضوع دوت احييكي واحييه على الرؤيه المبدعه للسكتشات اللي احنا شفناها على فيلم دعاء الكروان. وحابين ان احنا نستخدم طبعا الصوت الاساسي بتاع الفيلم. تمام. وظفتوه على الرسومات بتاعت حضرتك. مع الموسيقى، وبعدين طلع في الاخر العمل ده انا نفسي انبهرت بيه والله. ده لا فعلا يستحق كل تقدير. قولي لي بقى انت ايه حكايتك مع الرسم؟ وايه الرسم؟ يعني انت بترسمي ازاي؟ ده بيترسم يعني اللي انا شايفاه ده حاجه يعني، حتى كمان يا ريت الكاميرا تكون جايبه تفاصيله، لان فعلا تفاصيل دقيقه جدا في الرسمه مبدعه. قولي لي بقى بتعملي ايه؟ بترسمي ازاي او بتعملي ايه؟ انا برسم ديجيتال بقالي. بمعنى ايه بقى الديجيتال؟ انا عايزه افهم يعني. انا من امبارح من ساعه ما جالي السكريبت وانا عايزه اعرف يعني ايه رسم ديجيتال. الديجيتال ده عباره عن ان كانك بترسمي بالظبط الكمبيوتر قدامك كانه هو لوحه الرسم. تمام. خلاص تمام. بعمل عليه فايل ابيض وببتدي الماوس بالنسبه لي هو الفرشه او يعني رشتك هي الماوس. وطبعا الرسم بالماوس ده حاجه مش سهله طبعا، غير الرسم بالقلم الضوئي بقى حر في ايدك تحركي فيه براحتك. يعني انا شايفه دلوقتي هو على السكرين دلوقتي على الشاشه جايبين الرسمه برسومات الديجيتال بتاعتك. خطواتها بتبتدي ازاي؟ انت بتقولي لوحه بيضاء. لوحه بيضاء وبتمسكي الماوس بتاعك. الماوس باخد براش وابتدي ارسم الاوت لاين اللي هو الخارجي اللي هو الاطار الخارجي. اللي هو الخط الاسود الخارجي للوحه. وبعدين ببتدي ارمي الوان. وبعد ما ارمي الالوان ابتدي اظبط بقى الملامح واظبط اللون ده واللون ده لحد ما في الاخر تطلع كده. ياخد منك مجهود يعني؟ دي زي دي رسمه زي دي واخده منك مجهود قد ايه او وقت قد ايه؟ واخده يعني داخله في شهر مثلا. هما بيستعرضوا دلوقتي الرسمه اللي جنبك على الـ على الكرسي الرائعه دي، الوش تفاصيله دقيقه جدا وجميله جدا ومبهجه جدا. الوانك كمان، الالوان علاقتك بالالوان ايه؟ انا بحب كل الالوان. مفيش لون وحش، كل الالوان حلوه. بس انا ممكن اميل للغوامق شويه. والالوان وهي البيز الاساسي على فكره في لوحاتك. اللي هي الاساس بتاعت اللون. وبحب الكونتراست شديد في اللون. زي الابيض والاسود ده، انا عاشقه للابيض في الاسود. الابيض والاسود بيطلع حاجات نتاج غير عادي يعني. جميل. ابتديتي الموضوع ده او الرحله دي مع الرسم الديجيتال من امتى؟ يعني تقريبا 4 سنين. انا بشتغل من 96 تقريبا. هما بيستعرضوا دلوقتي اللوحه اللي جنبي. بشتغل انا. انا حاسه ان القطه هتيجي تنونو يعني. القطه اللي موجوده دي هتيجي تنونو دلوقتي. ابتديتي من 4 سنين. من 4 سنين الرسم الحر اللي هو ده. غير شغلي اللي هو انا بشتغل مصممه جرافيك و رسوم متحركه. كنت لسه هسالك، لازم يبقى في اساس تاني. انا خريجه فنون جميله. تصوير زيتي، يعني اساس شغلي او اساس تعليمي الزيت والفرش. تمام. والالوان. تمام. فانا حبيت اعمل ده بطريقه مختلفه. بطريقه مختلفه. الفستان اللي حضرتك لابساه ده حضرتك اللي عاملاه؟ ده انا جايبه القماش ابيض. صممت الشكل اللي عليه. وطبعته وصممت الفستان يبقى شكله ايه، واديته لواحده عملته لي بس وطلع جميل. طب ورينا بقى اللي جنبك. لا واحده من اللي جنبك دي بقى، افتحيها كده ونشوف. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه الجمال ده؟ حتى حواجبها، حتى مكياج عينيها، الروج اللي محطوط، الحلق، الشنيول اللي معمول. يعني هل دي شخصيات موجوده في حياتك ولا دي حاجات من وحي خيالك؟ لا، هي شخصيات موجوده بس مش في حياتي. يعني موجوده بشكل عام. موجوده بشكل عام. انا بحب بحس ان المراه دي شخص فيه قوه ربنا منحها له. ده جلد ولا ده قطيفة؟ لا ده مش جلد، ده نوع من انواع القطيفة. القطيفة معالجة بشكل معين عشان تستحمل حرارة الكبس للشغل هنا. لأنه ده لو اتغسلت ما يحصلهاش أي حاجة. اتغسلت الكوي ما يحصلهاش أي حاجة خالص. ده نوع من القطيفة. حتى الملمس اللي مختاراه ملمس مختلف. ما هو أنا بيسمع كلامك ولا ما بيسمعش كلامك الملمس ده؟
يعني في قماش لا لا في 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 حاجات ما بتسمعش. انا على ما وصلت كلام على ما وصلت للخامه دي انا لفيت كتير علشان وجبت قماش كتير جدا وهدر مني قماش كتير جدا خلاص، ولفيت على مطابع كتير عشان اشوف حد يقدر يطبع لي بالجوده دي لحد ما الحمد لله يعني ايه في مطبعه معينه بشتغل معاها وبشكرهم طبعا جدا ان هم بيطبعوا. وانا كمان بشكرهم لان ده نتاج رائع، لان اكيد المطبعه دي فنان فنانين ايوه صح حاسين باللي انت بتعمليه ايوه فعلا صح. يعني يعني انا اللي عايزه اقوله لك ان يعني جميل ان كل واحد يبقى ليه الفن ده موهبه من الله سبحانه وتعالى. كل واحد فينا بيبقى جواه فنان، بس اللي يبقى عارف يطلعه ويوظفه ويوصل لحاجه هو عايزها دي رائعه. انت بتحلمي بايه؟ بحلم بالعالميه. بالعالميه فكرتي ترسمي الست السينويه؟ ست سنوية من سينا يعني وبشكلها بلبسها بشكل طوبها في صور بسيفاك كتير، بس انا كمان دلوقتي شغاله في موضوع الافلام دوت فوقفت شويه رسم ديجيتال فداخله في موضوع الافلام بتشتغلي بقى باللي هو بتشتغلي السكتشات بتاعتك بالفحم جميل جدا. انا بتمنى لك من قلبي التوفيق. انا سعيده ان النهارده معايا ضيفه متميزه ومبدعه هي الفنانه التشكيليه هاله محمد. بتمنى لك كل التوفيق، ويا ريت لما نقابل تبقي وتوصلي العالميه تفتكرينا بقى. طبعا اكيد طبعا بالتوفيق ان شاء الله.